وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا. أيها الإخوة الكرام، ذكرت في فيديو من الفيديوهات زمان في نقطة كده إن في فرق ما بين العين والحسد. النهارده انا عايز اعمل فيديو لان للاسف الشديد كتير من الناس ما تعرفش يعني ايه الفرق بين الحسد والعين، والنهارده هنتكلم زي ما هو العنوان امامكم التفرقه بين العين والحسد. هو في فرق؟ احنا كنا متخيلين ان الحسد هو العين والعين هي الحسد. لا لا، اول فرق معانا ان العين شرط فيها النظر. يعني مثلا كمثال ده ايفون، ابقى ماشي مثلا كده بالايفون او قاعد مع واحد صديق وهو يبص كده ويتمنى زوال النعمه، شرط انه ينظر. طيب ايه الفرق بقى؟ ما ممكن واحد تاني ما هوش قاعد معايا وعارف ان انا جبت ايفون يتمنى زوال النعمه، يبقى اللي ما شافش ده اسمه حاسد، انما اللي شاف اسمه عائن. ادي اول تفرقة، ان العين لابد فيها من النظر، انما الحاسد ممكن يحسدك وهو قاعد في قارة تانية مش في بلد تانية ولا في مكان تاني، لا يتمنى زوال النعمة وهو بعيد، ده اسمه حاسد، انما العائن لابد ان هو يشوف الحاجة بعينيه. طيب الحاسد يتمنى زوال النعمة اللي معاك لمجرد انه يسمعها، ولا يشترط في الحاسد النظر زي ما قلت ويكفيه ان يعلم، والعائن لابد انه يشوف الحاجة بعينيه. تمام كده؟ الحاسد ممكن يحسد حاجة عنده، العائن لا. يعني ايه؟ او كل شوية هقعد اجيب تليفون، التليفون ده جبار، التليفون ده ملوش حل، هي دي التليفونات، انا كده حسدت نفسي. لان من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم اننا في الايه في سوره الكهف، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاصل لما اشوف حاجه عندي وتعجبني اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، التليفون ده كويس. ركزوا في الحاجات دي يا جماعه، انا بكلمكم دين مش بكلمكم تفسير احلام. فالاصل ان الحاسد ممكن يحسد نفسه ويحسد حاجته، العائن لا، ناصح ما يعينهاش. ده فرق ما بين العين وما بين الحسد. فالحاسد ما يحسد الحاسد يحسد نفسه، العائن لا. الحاسد يحسد النعمه وهو بعيد، العائن لابد انه يشوفها بعينيه. دي كانت تفرقه بسيطه لابد ان احنا نتعلمها. انتظرونا في اللقاءات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.